وانت ما بتخافيش منهم؟ انت بتقولي كده ليه؟ بلطجيه يا دي. البلطجه مهنه، دول خيالين وجمالين بيشتغلوا في السياحه، واكبر مشكله عندهم دلوقتي مفيش اي سياحه. ما شافش وش كده تاني. ساعه عليك النبي يا دكتور، حسام تعبان وجعان. اشمعنى ده بالذات اللي بيذله قوي كده؟ ثلاثه اصل ده واحد من العيال بتوع موقع الجامعة، كان طالع في الفيديوز بتاعت الموقع على اليوتيوب. طب ضرب ضرب. دفعوا لك كام بقى على كده؟ فاكر نفسك الست الطيبة؟ وقف الحال ورقبة العيش اللي اتقطعت في حتة كلها، ده انت من غباوتي. انتوا كنتوا رايحين ناويين على الشر؟ انتوا رايحين تضربوا الثورة. ايه ثورة يا استاذ ريم؟ فاهمين؟ في التحرير مش زعلانين من جوزك ولا الخيالة زمايله، بس بيكرهوا اللي حرضوه. انت مالك ملهوف عليه قوي كده ليه؟ يعني انت عايزه تفهميني انك نازله تعليمه مواطنه ومدنيه وقيم الثوره من خلال احتكاكك بواحد من الخيالة بتوع الموقع. جايبه تعمل بيه ايه ده؟ مش انا بلطجي؟ بلطجه بلطجه ناكل عيش. انا عايزه ابني يرجع مدرسته وجوزي يرجع شغل. والهي ضروري اعمل لها ثوره. Thank you.